نيجي بقى على الصفحة ديت عشان احط الاستفسار، انزل تحت شوية. طبعا الصفحة بتقول لك بتحط السؤال بتاعك محتوى على بيانات الفلانة الاتية كذا كذا، وفيها بقى حاجات متعلقة للاستفسار بخصوص كذا وبخصوص كذا وبخصوص كذا. بتيجي انت تنزل على الصفحة في الاخر هتلاقي leave reply تحتي حقل، تقدر تحل في الحقل ده السؤال بتاعك اللي انت عايزه. زي ما انا بكتب كده، بكتب السؤال بتاعي اللي انا عايزه، وبعد ما بكتب عندي اختيارات اخرى، يا اما احط صورة لو عايز احط صورة choose file، اضغط على choose file اقدر احمل صورة. ممكن طبعا احمل صورة على موقع خارجي واحط الرابط بتاعها هنا في الايه المكان الحقل بتاع الكومنت، الرابط بتاع الصورة. في مواقع كتيرة ترفع عليها الصورة وتقدر تنسخ الرابط وتحطه هنا. بعد كده ما بيطلبش منك تسجيل الدخول، بيطلب منك بس الاسم والاسم بتاعك والايميل بتاعك، عشان طبعا الايميل عشان لما ارد او حد يرد يجي لك اختار. كتبت اسمك والايميل، بتيجي بقى في الاخر بتضغط على نوتيفاي مي، اخترني لما حد يرد بالايميل، وبرضو اخترني لما يكون في موضوع جديد، وبعد كل ده بتدوس على ارسال او اوكي او بوست كومنت اللي هو ده تدوس عليه. طبعا انا ما دخلتش لا اسم ولا ايميل فطلع لي رساله خطا. هيجي لك بعد كده لما نرد عليك هيجي لك اختار بالايميل. في الصفحه برضو هتلاقي حاجه مهمه، في الصفحه الرئيسيه او في اي صفحه من صفحات الموقع هتلاقي فيه جرس، الجرس اهو حلو كده شكله احمر ودائري، تضغط عليه عشان يجي لك اختارات على المحمول او على الكمبيوتر. لما بتضغط عليه يظهر لك كده صورة زي دي، اضغط على الاحمر بتاعها اللي هي اشتراك، كده يقول لك جات لك رسالة انت اشتركت. كده ده استخدام الموقع بخصوص الاستفسارات الطبية المجانية. متهيألي سهل يعني، حاولوا تسمعوا الفيديو تاني للي مش مستوعبش الكلام.